الحالات اللي هي حالة ترسيم الحدود البحرية وتعيين الحدود البحرية زي ما يقال، وهي اللجنة القومية العليا للبحار، واللي أنشئت بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء في السبعينيات، أي قبل نشأة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ذاته، اللي هي بدأت في اللي هي مسماة 82، لكن هي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر سنة 1904. اللجنة دي مين أعضاها اللجنة القومية يا فندم؟ اللجنة القومية العليا للبحار بتتشكل برئاسة وزارة الخارجية، وتضم في عضويتها الفنيين والتاريخيين والجهات الأمنية والقانونيين، ولها أن تستعين بمن تريد لمناقشة أو تفسير أو تحليل أي نقطة تريد اللجنة أن تتأكد منها. إذن هنا اسمح لي أنه الخارجية، وزارة الدفاع، البترول، المخابرات العامة، قطاع النقل البحري، هيئة العامة للاستشعار عن بعد، تستعين بمن تراهم الخبراء في طبعا أساس قانون دولي، قانون بحري، أساس التاريخ، جيولوجيا. صحيح كده؟ صحيح. فضل يا فندم. صحيح. فلسفة تشكيل هذه اللجنة هي أنها تتكلم عن سيادة الدولة، تعني بأمور تخص سيادة الدولة واعتبارات أمن قومي، وبالتالي ما يخرج منها لا يمثل وجهة نظر طرف دون آخر. الجميع يعملون في نقطة واحدة ويلتقون في بوتقة واحدة هي مصلحة الدولة، بعد ما بيتفقوا على الأمور الفنية والتاريخية والجيولوجية وكل ما يتعلق بهذا الأمر. إذن التعامل في مسائل تعيين الحدود البحرية يتم من خلال لجنة مكتملة الأعضاء مختارين بعناية فائقة، يتداول أعضاء هذه اللجنة هذا الأمر من كافة جوانبه، ثم يخرج عنهم القرار أو الرأي بشأن هذا الموضوع.